وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد جمال بن حويرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. سيد بن حويرب نرحب بك، والجميع سواء كان قاصي أو داني يتحدث عن تطور الإمارات وتقدمها على مختلف المستويات ومختلف المجالات. هل لك أن تحدثنا أكثر عن أهم مظاهر التطور والنهضة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؟ يا مرحبا بكم. اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هو يوم وطني لكل العرب وليس فقط لدولة الإمارات، لأن دولة الإمارات بدأت في 1971 بانطلاقة مباركة من والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه وأخوته شيوخ دولة الإمارات. من ذلك اليوم انطلقت مسيرة مباركة نحن شهدناها بأنفسنا، نحن مشانا بين يعني في وضع متواضع، شوارع قليلة، بيوت قليلة، لا يوجد أبراج، مدارس على مستوى قليل. اليوم بعد مرور 52 سنة بجهود القيادة الحكومة المباركة، قيادة صادقة تعمل ليل نهار لسعادة الشعب الإماراتي، نحن نتصدر تقريبا أكثر عن 400 مؤشر في فروع وفي الأصول. والعمل الجاد المستمر غير المنقطع والتطوير المستمر، الإنفاق في البنية التحتية، الإنفاق في التعليم، الإنفاق في كل شيء، مع استراتيجية واضحة اليوم وللمستقبل. أصبح دولة الإمارات العربية المتحدة تتفوق على كثير من الدول في العالم وليس فقط في الشرق الأوسط، المؤشرات الدولية تشهد بذلك، وأيضا ما نراه من أعمال. يعني مثلا اليوم الذي نحن أطلقنا مسبار الأمل، كانت دولتين في العالم فقط تتنافس على إطلاق مسبار الأمل للمريخ، هناك دولتان فقط تتنافس مع دولة الإمارات في إرسال مركبات إلى المريخ، أمريكا والصين. نعم. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الثالثة. فهناك وكالة فضاء، هناك وزارة تكنولوجيا وذكاء اصطناعي، هناك سياسة واضحة ومستنيرة لليوم وللمستقبل. نعم. صرفت كثيرا على البنية التحتية كما العالم كله يعرف، وأصبحت من أهم الدول في البنية التحتية، صرفت في التعليم، معظم وأهم الجامعات العالمية اليوم موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. معظم مستشفيات العالمية اليوم موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوجد في الإمارات الذي نفتخر به ليس فقط كإماراتيين، نحن كعرب ومسلمين نفتخر بكل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا إنجازات أشقائنا في الوطن العربي الكبير. نعم، بلا شك سيد جمال، الحقيقة أن الوقت لا يسعف لذكر يعني مجالات التقدم للدولة الشقيقة، وبهذا نحن يعني نشكرك على هذه المداخلة سعادة السيد جمال بن حويرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، شكرا جزيلا لك.